Well, good afternoon, Ahmed. مساء As الخير usual, أحمد، thank you for having me on your وكالعادة show. أشكركم But لاستضافتي على from a military برنامجكم. perspective, من this is وجهة نظر an عسكرية، extraordinary operation, هذه joint تعتبر عملية intelligence صعبة أكثر من operation المعتاد، with عملية special مشتركة بين forces, الاستخبارات مع perhaps القوات الخاصة، all working together to وربما plan كلهم something like يعملون this. مع بعضهم البعض من This أجل is التخطيط only لمثل هذا الأمر. complicated ومن جانب with what we saw آخر، in Gaza. We saw ما Gaza رأيناه في غزة ولمدة indiscriminate عام targeting الآن of Hamas. هو And عملية this one is استهداف very لحماس discriminate, very precise, غير where you target دقيق، ولكن over هذه تعتبر perhaps عملية 20,000 استهداف دقيقة، Israeli حيث targets. تم And all the استهداف troops 3,000 inside من Gaza, العاملين من inside حزب Hamas, الله inside Syria, but also داخل inside all the rest of Muslim مدنهم، داخل without بيوتهم، any وكذلك harm حتى any في سوريا، collateral damage. دون أن يكون So when هناك you أضرار look at جانبية. the whole إذن بالنظر إلى planning, كل coordination of عملية this التخطيط 10%, والتنسيق لهذا I think الأمر، this is هذه equivalent عملية to غير مسبوقة، what happened in وهذا غير September مشابه or لما July, I حدث think, in في October 17 as well, سبتمبر and the الحادي عشر من September سبتمبر، 17, which is still ويمكن today. أن يكون And هذا this is the هو day we ما acted on يحدث Saturday, لي في and سبتمبر السابع last time عشر، was وهو September 2,000 حادثة in one حدثت day. لحزب الله This عديد من the huge الخسائر لحزب loss الله of في يوم Russian واحد، civil life and وهذا property. يضع الكثير من الضغط We saw النفسي the والأثر mobilization and النفسي also لحزب on الله كمنظمة troops. وكذلك Now, it's good to see لقواتها. علينا أن how they نرى deal with it كيف and سيتعاملون what مع kind هذا of الأمر، reactions وما هو رد they الفعل come up with. الذي سيقوم به. ضرب منظومة الاتصالات المشفرة الخاصة بحزب الله بهذه الطريقة، هل تعتقد بأن إسرائيل تعد بشكل واضح لعملية برية ضد حزب الله قد تبدأ الليلة، قد تبدأ ليلة يوم غد أو في الأيام القليلة القادمة؟ هل ترى أن هذا قد يكون مؤشرا على عمل عسكري معين؟ Well, it's definitely an indicator. I بالتأكيد mean, besides يمكن what أن we يكون just هذا discussed earlier مؤشرا، in your بالإضافة report إلى on ما the قمت movement of بذكره قبل ذلك tankers في and تقريرك حول UAV حركة tanks and the rest الدبابات of the والقوى SWAT على team الأرض، وكذلك sliced عملية broadcasting and غلق directing traffic. So what's my الأقمار takeaway from the الصناعية news من بث reports أي that you are تحديث على صورها؟ some kind يمكن of أن تكون كل planning هذه مؤشرات and also لعملية perhaps على البر، وكذلك this عملية التوقيت. signal that من was الواضح sent أن to هذه Kyiv الإشارة across التي Lebanon تم and Syria إرسالها إلى towards أجهزة النداء المشفرة في لبنان وسوريا، تلك كانت was awaited and عملية استعداد. الإشارة كانت موجودة وكانوا ينتظرون اللحظة الحاسمة للقيام بهذا الأمر، وإسرائيل رأت أن هذا هو الوقت المناسب أو اللحظة المناسبة للبدء بهذه العملية، وهو برنامج بالتأكيد في منتهى السرية لإسرائيل، ولكنه الآن قام بالبث في الميدان، وهذا له ثمنه. وكذلك يشير إلى أن أعتقد أن الإسرائيليين يمكن أن يقوموا بعملية كبيرة، ولكن يمكن هذا أن يعتمد على ما سيقوم به حزب الله. استجابة حزب الله قد تكون عسكرية مواجهة وإجراءات مواجهة، ويمكن أن يجعل هذا من إسرائيل القيام بضغط أكثر. ربما سيقوم حزب الله بالتعاون مع إيران وأن يقوم برفع بعض المؤشرات الدبلوماسية، ويقول أن إسرائيل هي التي تحاول أن تصعد، تلك ستكون قصة مختلفة. فمرة أخرى هذا يمكن أن يعتمد على ما سيقوم به حزب الله وإيران.